هاي جايز، اليوم بدنا نعمل UDP connection أو TCP، يعني هم حيكونوا نفس الطريقة بس في فرق واحد، اللي هو هذا اللاين حيكون عندنا بدال سوك ديجرام سوك ستريم. أظن خلنا نشوف سوك ستريم. alright so أنا عشان أبدأ معكم من الصفر بس راح أسوي select all وأمسح select all وأمسح. لازم يكون عندنا اثنين كود، server و client. عند السيرفر والكلاينت هو نفس الكود، بنسوي import socket. حنستخدم السوكت اوبجكت عشان يعني نسوي الكونكشن، وهنا نفس الشيء سهل كتير and simple. تفضلي تفضلي. عادي. اوكي جايز، اول شيء خلصنا هاي، بعدين هلا بدنا نعمل ديفاين للسوكت اوبجكت. بنحط انه مثلا احنا هذا كود السيرفر، فبنحط مثلا سيرفر ايكوال سوكت دوت سوكت dot socket نفتح قوسين I think برضو بنعمل socket dot. هاي هنا بأول خانة بنعرف الفاميلي AF init high، منعرف انه احنا بدنا اياه IPv4 which is more compatible than IPv6 يعني I guess. وبعدين بنعرف التايب، بدنا اياها TCP ولا UDP connection. فاحنا بدنا UDP، فبنرجع بنكتب socket socket dot. هلا قلنا ستريم هادي للتي سي بي، احنا رح نستخدم هاي الديجرام. تمام، بنعمل كوبي لهاي، بنروح على الكلاينت سيم اكزاكت ستاف بيست، بس بنغير الاوبجكت بنخليه كلاينت. اوكي، هلا حيكون عندنا اكسترا ستيب. هلا خلص we defined our يعني object، خلص this is it. بس في شغلة صغيرة في السيرفر extra، بنعمل bind server dot bind. اوكي، بعدين نفتح قوسين بنحدد الادرس. هلا الادرس اوكي، عشان انا ما حددت الادرس، اول شيء بنعمل مثلا local ip equals، دير بالكم تحطوا space، لاني لما احط space واكتب 127 dot مثلا 1.0.0.1 بطلع لي مشكلة، ما بيصير تتركوا سبيس، بطلع لي مشكلة لما أحطها بالبايند. هلا منحط اللوكال بورت، أوكي لوكال بورت حنحكي إنها أي رقم 4 digits random، والوضع حيكون تمام. مثلا انا حختار 2001. طيب، وهنا مش لازم ارجع اعيد الكلام، بعمل just copy. oh my god what's happening.
Oh my god, what's happening? Thought I was fine. اوكي نعمل كوبي بيست. بعدين هنا بنحط بين نفتح قوسين تانين لانه it takes only one input, ف يعني you can't put two inputs, فاحنا بنفتح قوسين وبنخليها one input وبنحط جوا two inputs اللي هو اللوكال IP كوما local port تمام. هلا المفروض يشتغل تمام. هلا مثلا بدنا نبعث الكلاينت, هو اللي ببعث صح للسيرفر. يعني مثلا خلينا نقول الكلاينت هذا أليس بده يحكي هلو للسيرفر. اوكي فاول اشي بنعمل ديفاين للهلو مسج, حنحكي هلو equals some string value hello from client. اوكي بعدين ايش بنعمل؟ نفتح الاوبجكت client dot send to بعدين بنحط الداتا. هون كاتب لنا الداتا and bear in mind انه في هون types should be bytes. فهون لما احط انا بدي ابعت hello بس ما رح ينفع, لازم اكتب dot encode. alright بعدين بنكتب الادرس. هلا الادرس انا راح اعمله كوبي من هون لانه it's more easy وراح اكتبه هون. اوكي as one input تمام. هلا الكلاينت راح يعمل send بس احنا we're not dealing with TCP صح. ف we need a corresponding receive from the server side. okay فايش رح نفتح؟ رح نعمل server dot receive from receive from ورح نعمل specify للبفر سايز. هلا احنا هون رح نعمل receive بس وين رح نسيف الداتا؟ نعمل equal بنكتب مثلا انا الهيلو مسج مثلا خلينا نقول its data and the address. اوكي لان احنا بعتنا الداتا والادرس. هلا كيف نتاكد انه we received this info لانه its UDP صح؟ فبنعمل print بنعمل data. alright وأول شيء هلأ خلصنا الكود it's that simple. طبعا كل هذا موجود بالإنترنت في جوجل. nothing أنا ما كتبت إشي من مخي. نعمل playlist server نفتح new console لأنه لازم تكون different console, حيكون في عنا memory temporary. ها شفتوا هلأ الكلاينت كود لما سويت له play it executed and exited صح. بنرجع بنشوف السيرفر اوتبوت راح نلاقي انه الداتا اللي سوينا لها print هي نفس المسج اللي سوينا له send من الكلاينت تمام. فبهاي الحاله بيكون خلصنا الكود كتير سمبل. واذا بدكم اياه تي سي بي بتقدروا تغيروا هاي. واي اسئله اكتبوه بالديسكربشن عفوا بالكومنتات وانا عن جد راح اقراهم. واعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب اذا بتحبوا هذا النوع من الفيديوز وانا بشرح لكم اشياء تانية بس احكوا لي ايش بدكم اكتب لكم.